أكدت الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال استضافتها في برنامج بكم نعود، أكدت على ضرورة الإقبال لأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا لما لها من دور تعزيزي في الحفاظ على الصحة العامة. الجرعة المنشطة طبعا مملكة البحرين مثل ما ذكر الأخ في بداية المقدمة دائما تأخذ خطوات استباقية، ومن ضمن الخطوات الاستباقية هي مراجعة المعطيات والبيانات، وإحنا نتخذ القرارات والفريق الوطني الطبي يتخذ القرارات بناء على معطيات وثوابت وبيانات يعكسها الوضع الوبائي في مملكة البحرين وأيضا المستجدات العالمية. وجاء قرار إدخال جرعة منشطة منهم في عمر 60 عام، لأن إحنا جميعا ندرك أن هاي الفئة العمرية من الفئات اللي مع الأسف إذا أصيبت بالفيروس فيروس كورونا كوفيد 19 قد تتعرض لمضاعفات إدخال المستشفيات، وشهدنا وفيات من هاي الفئة العمرية. فمهم جدا تعزيز جهاز المناعة بإعطاء جرعات خصوصا لمن أخذ اللقاحات مبكرا. يعني إحنا جميعنا يدري ويدرك أن مملكة البحرين كانت سباقة في إدخال اللقاحات، يعني منذ ديسمبر خلنا نقول من أوائل الدول اللي أدخلت لقاح ساينوفارم وتلا لقاح فايزر ومن ثم أسترازينيكا، وبالتالي مرور فترة من الزمن بعد إدخال هاي اللقاحات قد يتسبب في انخفاض الأجسام المضادة كما هو حال لعدد من اللقاحات حتى في اللقاحات الروتينية، وتبقى هنالك فئات لابد من استهدافها لتعزيز جهاز المناعة.